سيب خلنا نستخدم عروحها. علاش مكبلينا؟ علاش مكبلينا؟ يعطيكم الصحة. كان هذايا ما يتسماش جريمة في قتل المؤسسات، أعطيونا اسم آخر. البنكة تغلط وانا نهزر الخطأ. البنك الحاجة الوحيدة اللي تتحلك الكونت على كيفها وتسكر على كيفها. كل هزوه أجنوه خلاوك. كيفش باش تخدم؟ تدخل تجبد الفلوس من مكتوبك من غير ما تشاورك. مشيت البنك سنترال جبت تكسري نلقى معاوديني القرض مرتين. سلعة موجودة البرة في الإكسبورت تقول لك تعطيني واللوكال مش موجودة، علاش؟ ففهمني فسر لي علاش. يا أخي لصالح شكون تخدمه؟ أنا عندي إمكانيات نخدم البرة يا رسول الله، سيبني خل نخدم، أنا ما تربطنيش علاش هكا. مرحبا بكم في جورنال 619، مرحبا بكم اليوم في حلقة جديدة في جورنال 619. اليوم باش نحكيو على قطاع صناعة مواد التنظيف. اليوم باش نشوفوا حالة نتاع مستثمر تونسي اللي هو كان يخدم في الإكسبور وكي دخل للسوق التونسية كانت معناتها الكارثة انه هو توقف عن النشاط وما عادش ينجم انه يرجع للنشاط نتاعو كي عادته. نحب نذكر حاجة أنه العديد من المسؤولين اللي حتى كي يتفرجوا وش يقولك سنة الله في خلقه، فما مؤسسات تموت ومؤسسات تجي جديدة ومؤسسات تموت ومؤسسات تجي جديدة. نحب نقول لهم حاجة برك، أنه صحيح أنه مؤسسات تموت وتجي جديدة، لكن وقت اللي تبدأ المؤسسة أنت تقتلها وإلا تعمل قرارات وإلا المؤسسة البنكية تاخو قرار بأنها تقتل المؤسسة هذايا يعتبر ماهيش موت تربي، تعتبر جريمة، والجريمة هي قتل مؤسسة اللي هي ناشطة اللي هي تنتج اللي هي تدخلك في الدوفيز. هذايا يولي متعمد، ما ينجمش يكون هذايا معناتها صدفة في قتل مؤسسة وقتاش وقت الكروسانس متاحة وإلا وقت الإكسبانسيون متاحة. وقتها نجموش نتكلموا على معناتها موت مؤسسة حاجة طبيعية، لكن من نجمو نقولوا كان جريمة لقتل هذه المؤسسة. اليوم بحذنا سي محمد. مرحبا سي محمد. بيك عايشك. مرحبا سي عبدالله. مرحبا بيك سي محمد. أنا اليوم باش نقدمك للسادة المشاهدين. عندك برودوي تخدم فيه. البرودوي هذايا يخص لافاج ما ويخص زاد اللافاج ماكينات. ماكينات ومود تنظيف بالكاملة يعني. بيه. كانت قدم لنا المؤسسة هذه. هذه المؤسسة صنعت لدي كريم عام 2010. 2010 قدمنا المطالب نتاعنا، اللابي خذينا لاجريمون، عملنا كل شيء، عملنا التحاليل نتاعنا. دخلنا في طور الانتاج نتاعنا، بدينا نصنعوا في البودر ونصنعوا في الليكيد ونصنعوا في حتى السوائل نتاع الرادياتور واللاف غلاس والمود نتاع السيارات، دونك ونصنعوا توشكي لابلانج واللابيسيل وتوشكي بودر ساشي وباكوات واكياس نتاع 10 كيلو. بدينا نخدم، بدات الامور ماشيه بالكدا، ما راعني الا وانا تخدم في السوق التونسيه ولا تخدم. خدمت السوق التونسيه لاول مره في 2012 13 خدمت السوق التونسيه. بعد حليت السوق الاكسبورت، عملت الاكسبورت، دونك خدمت في ليبيا، خدمت في النيجر، وعندي توا صفقه مع موريتانيا. دونك مشات سلعة مشات يعني، ما بدات العباد تطالبني وبدات العلامه بدات تاخذ في اسم والكواليتي بتاعها باهيه، ما يعني تنجم تنافس العلامات اللي موجوده في على النطاق الدولي، مش حتى على النطاق يعني على النطاق الدولي. علامات تحطها كي تحط العلامه اكس وتحط العلامه هذه تشوف تقول حتى في التنظيف وفي في الماتير اكتيف كيف ما فيش فرق. وديجا احنا ما نخرجوا ديكسبور لما ما تجينا لينور بي تاخذ المواصفات تز وتعمل التحاليل، اذا كان لقاتها كونفورم تعطيك الترخيص، ما قاش كونفورم تقول لك لا هذه ما تخرجش. دونك هذا هو اللي تعرضنا له سي عبد الرزاق، في تعرضنا له وهي مظلمه كبيره، يعني عباره انسان جاك وقفك توقيفه واحده. ايش معناتها؟ معناتها وقفوا لك المؤسسه جمله واحده.
جيني البنك طالبني بدين. بدين هي سي عبد الرزاق بدين عطاتولي للتمويل الاستثماري باش يشري بيه ماكينات، لكن في البنك المركزي محاسبتولي مرتين. شوف الـ شوف الـ شوف الاخطاء، يعني هي البنكه تغلط وانا نهز الخطا. ما هي ما تهزش الخطا، انا لازمني نهز الخطا. يعني انا نقف على الخدمه، المعملية الخدمه يقفوا، وعندي الحرفاء نتاعي برا عندي حليف يقول لي وين السلعه، وليت نقول له لا مازالت عندي مواد خام نستنى فيها. حسيلو باش نقول حاجه اخرى في التمويل الاستثمار هذه اللي عطتو لي البنك حسبته لي مرتين وما خديتوش. انا يعني توا كان خديته استثمار وشيت ماكينه وقفت. والله صح، هي سي عبد الرزاق شو عملت لي؟ خذات لي عملت لي الكريدي انفستيسمون ماني فاكتور موجود حتى في الوحده في البنك سنترال ديكلاري، وعندها هي ديكلاري. جاتني في 260 الف دينار قبل ما تصبه لي. انا كان عندي شركه اخرى نتصنع تعمل مواد نزل بيع النزل، شركه اخرى يعني زوج شركات يعني هذه شركه صناعيه والاخرى شركه تجاريه. الشركه الاخرى فيها ديبيت كونت. قبل ما نصب قبل ما تهبط لي في الشركه سيب اندستري، قبل ما تهبط لي المليون الف المليون 260 الف دينار نتاع الانفستيسمون باش يشري بيه الماكينات، تلزمني باش نخرج 93 الف دينار نصبهم في الحساب الاخر، وهذا يخالف القانون. وهذا يا سي عبد الرزاق راهو غلط غلط غلط. يعني ورد بالك، اذا ما نجمش وقتها انا ما نجمش نتكلم. وحاجه اخرى، خاطر عندي ديزونجاجمون، تنجم ضغطت عليا، تنجم وحاجه اخرى، عندي شيكات اون سيركيلاسيون، تنجم توقف لي الشيكات نتاعي، تنجم بالضغط على ما انت رقبتك تحت السكينه، الضغط بالفصل 411 يا ما تصبش البلوكاج ما نعطيهولكش، وقف غاديك. قلت له ما يسالش، الله يبارك، جبت 93 وموجودين، جبتهم وما خليتهمش، حطيتهم في الحساب وموجودين كونتابلومون، موجوده الوثائق موجوده، يعني تشوف 59 و34 موجودين في الحساب. الباقي وينو؟ الباقي عندي عندي دين في 60 الف دينار اليوم النهار هذاك بيدو خالص، يعني الدين خالص، يعني لا تعثرت فيه، لا من المفروض على الاقل تقعد 3-4 شيونس وقت اللي تخلصوا من القرض عندك حق. القرض قاعد خالص بار فورس يجبدوا من القرض هذاك اللي انا صح عليه، واللي انا عباره فلوسي خاص، هذاك عطاتولي ماهوش عطاتولي منا، هذاك عطاتولي باش نشري به ماكينه، والماكينه باش ندوب البرودكسيون تاعي وباش ندخل في الانتاج. ال 260 نحت لي 93 وزاد خلصت بار فورس الكمبياله اللي فيها 60 اللي هي ديجا خالصه فيها خالصه منها 7000 دينار، خلصت منه 54426 و440 خلصتهم بار فورس. وكونتابلومون كي تشوف تلقى ليشيونس في الشهر هذاك خالص 571. باهي، خلنا نوضحوا للمشاهدين. معناتها السيد هو عنده فلوس في الكونت بالخلاص قاعد يمشي، اش تمشي تعمل؟ هي تعمل خلاص بار انتيسيباسيون وتدخل ديريكت تهز من الكونت. باه، نحب نذكر المشاهدين حاجه. اولا الساعه باش نوجه رساله لكل المسؤولين باش يبداو يعرفوا حاجه، راني مانيش صحافي، واكثريه العباد اللي يتعاملوا معايا يسحبوني صحاب، مانيش صحافي، انا راني فينانسي، والفورماسيون تاعي في الفينانس. وباش نبداو واضحين هذيا مره واحده باش العباد تفهم، راني ما تتعاملش معايا كصحافي، راني مانيش صحافي. باه، حاجه اخرى، اليوم راكم وقت اللي تبداو تحكيو تقول البنك يدخل بارونتيسيباسيون، صحيح هي معناتها البنك الحاجه الوحيده اللي تتحلك الكونت على كيفها وتسكر على كيفها، وتنجم تدخل يدها في مكتوبك، تدخل تجبد الفلوس من مكتوبك من غير ما تشاورك، وتنحي وتقص من غير ما تشاورك. واللي يضحك في الحكايه الكل، ريت حتى كان تعمل ريكلاماسيون
يقول لك اعمل لي دوموند دو ريكلاماسيون. عليه انت كي دخلت الكونتويا وهزيت الفلوس ولا عملت ديفري ما همش من حقك، والا انت اختلست من الحساب نتاعي، انت شاورتني ما شاورتنيش، يعني انت كي ما تشاورنيش انت تعتبر انك انت دخلت هزيت من غير اوتوريزاسيون. نفس الكال اللي نحكيو عليه، وقت اللي انت تمشي تهز بار انتيسيباسيون معناتها انت سبقت الوقت ومشيت هزيت. شنو معناتها؟ معناتها انت تحب تفرغ لي التريزوري. كي تحب تفرغ لي التريزوري معناتها انت تحب تشيح لي الفوند رولمون، بخاطر انت تعرف اللي انا ندور في حلقه نتاع فوند رولمون، انت عرفتني انا فاش قاعد ندور، مشيت عملت لي ايبونج ومشيت جبت لي التريزوري، عملت بارونتيسيباسيون تعرف اللي انت يخولك انك تدخل للحساب نتاعي، وهوني يبدا المشكل. بالضبط بالضبط سي عبد الرزاق، كما قلت لك هزوا ال 54 مليون، تبقات من 260 112 مليون. ال 112 قلت لهم يا ولدي وين من 112 مليون؟ يا سيدي هات اعطيني، كان خلصت بهم دين عندي، قل لي راني خلصت دين الكونترا رقم 435، قل لي ميساج. قال لي لا هذاك هو يا ولدي كيف معناتها هز بحشيش وبريشو، حشيش وريشو ما ريتوش يعني. ولا وحاجه اخرى، المشكله الكبيره انا باش نشري به ماكينات، انت اعطيته لي استثمار. اش معناتها؟ معناتها يا سي عبد الرزاق البنك كي تقول استثمار يعني غدويك معهد الاحصاء يقول عندنا 30 ما نعرفش اي اي اي, أي شيفر عندنا استثمار كذا، ما ماهوش صحيح يعني. يعني الاستثمار انت 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 ديكلاريتو استثمار، ولكن هو مش استثمار، مش في الاكسبلوطاسيون. وعلاش تحرمني كونطابلومون؟ تحرمني سي عبد الرزاق في عوض هذاك يجي مخزون للشركه يعني ماكينات باش نجم نستخدم باش نجم نزيد نقوي البرودكسيون تاعك، انت تنحيهولي على اساس خلص دين. وهو استثمار، هو استثمار. اش معناتها استثمار؟ معناتها باش نجي ماكينه، الماكينه هذيك باش في عود باش نخرج 50 باكو في الساعه باش نخرج 3000 باكو في الساعه. بالعكس زيدني منتوج نتاع الشركه ونخدم. ال 112 شات سي عبد الرحمن، معناتها انت توا وقت اللي الفوند رولمون نتاعك تنحالك والفلوس جبدت توا انت ما عادش قادر انك تصنع وترجع للانتاج. باش نقدر قادر، والكونتراتوات اللي مع العبيد اللي قابش تصنع لهم هاو قعدت في اشكال معاهم. هاو عندي 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 كونتراتو وكاله في 3 مليون دولار ما خدمت منهم كان 200 الف سي عبد الرزاق، 200 الف دولار، خاطر ما عنديش المواد الخام اللي باش نخدم، ما عنديش فوند رولمون. ما خلاوكش تشري ماتير بريمير؟ ما خلاونيش، ما عطاونيش وما خلاونيش، كل هزوه اجنوه خلاوك. كيفاش باش تخدم؟ كيفاش؟ سامحني توا هذايا الاول مره بعث لي 40000 دولار، ثاني 50000 و10 و20، اللي بعد يقول لك يا خويا هاك ما صنعتليش. لا مش حتى ما صنعتنيش، باهي ميسالش انا نصنع لك ونبعث لك باللي قد لي باش تبعث لي بيه، لكن مش خدمه هكاك. الخدمه يلزمك عندك سلعه تكون في الدبو، وسلعه عند الحريف باش تخرج، وسلعه في الماكينات تصنع. باهي حاولت شي تبدل بانكا وتمشي تلقى ثنيه اخرى مع بانكا. مشيت البانكا بدا نخدم مع بانكا، نخدم مع بنك يا سيدي. جاني حريف من موريتانيا، هاو سي عبد الرزاق طلب مني باش يحول لي اعتماد فيه 40000 دولار. ال 40000 دولار ماك تعرف الاعتماد يعني ليتر دو كريدي ريفوكابل كونفيرمي، فلوس ما نجمش نمسها يعني، هذيك باسم البنك. باسم البنك ايش يعني باش يصير؟ يلزمني انا فون باش نحضر الكرتونه ونحضر السلعه ونحط السلعه في الكونتينر ونعمل له البيلي فلوندينغ الكونيسمون ونهزها للبنك باش البنك يسيب لي الفلوس. واضح الحريف عنده حق، اللي خويا نخدم نتعامل بالاعتماد. قلت له ولا اش كان الراجل يطلب فيا، قال لي اذا كان عديت الطلبيه هذه ناخذ من عندك 10 حاويات في الشهر. هاي هاني نخزر لها 40 بي حاويات في الشهر، والك 40 بي الحاويات 40 قدم 40 بي. وقال لي نجيك ونصحها معاك، وخاطر هذايا موريتانيا
عندنا في السوب صحريان هذوكم الناس يجوا يشرعوا مغاديك ويعطوا خلي طلبات كبيره ياسر، وبعثت له العينات واتفقنا في السوم واتفقنا في كل شيء، لكن خلي نبعث له. قلت له لا ما تبعثليش، خاطر اذا كان بعث لي الفلوس فلوس الناس تتبلوكا، يجي باش نعمل له انا 40000 دولار تتحط في البنكه، تقعد في البنكه زيد تاكلها البنك، مش تاكلها زيد تقعد تخدم بها، والراجل ما نجمش يرجعها، وتولي سمعتي انا ماهيش باهي، وتولي سمعتك ماهيش باهي. وحاجه اخرى ينجم يجيك لتونس ويرفع ويقاضيني. نعم يقاضيني. وهذا نحب نذكر زاده بالحاله نتاع الشركه اللي موجوده في صفاقس، اللي زاد كيف في الليبي اعطاه الفلوس والبنكه هزت الفلوس، والسيد ما نجمش يصنع على خاطر ما عندوش فلوس باش يصنع الماتير بريمير. السيد الليبي جا لتونس ورفع به قضيه، والسيد اليوم يبحث. معناتها انت ما يهمكش تدخل تهز الفلوس كي ما يظهر لك من غير ما تشاور حتى حد، وتفرغ التريزوري نتاع الشركه، وما تخليش الشركه انها تشري مواد اوليه باش تنجم تصنع. يعطيكم الصحة. كان هذايا ما يتسماش جريمة في قتل المؤسسات، أعطيونا اسم آخر. ميسيل شنرجو سي عبد الرزاق، هذا كونتراتو فيه 3 مليون دولار، مخدمت له 200000، لا 200000 خدمتهم له سيد يبعث لي الفلوس، والفلوس كلها مش كلها فلوسي، هذيك فلوس فيها مواد خام، وفيها عندي انا فيها عندي 15 20 15%. يعني كي يبعث لك الفلوس تقول انت سيف، ماهيش فلوسي هذيك، فلوس ناس باه. والبنكه الجديده حلت لك شي جوانب؟ قالت لي سامحني، قالت لي انت مدرج في البنك سنترال في الريس. قلت لها علاش؟ قداش كلاس 4. قلت لها حطوك كلاسكات جمل هكيك كلاسكات. قلت لها كيفاش؟ مشيت البنك سنترال، جبت تكسري نلقى معاوديني القرض مرتين، ديكلاري في البنك سنترال مرتين، 260 مرتين. علاش؟ يقوى عليكم ربي. علاش؟ معناتها باش السيد ما يفلتش من تحت قلاقلكم، نزيدوا نحطوا كلاسي بنك سنترال كلاسكات، تدفنوا بالحياة باش تتهنى عليه بالقداء، وتعملوا ضربة بالقداء في القبر، تسكر عليه بالقداء باش يجي هو على ركيبه ويجي يطلب منك كيفاش باش يلقى حل معك. باه البنكة الثانية سكرت عليك الباب، لا ما خلتكش تخدم، لا البنكة الثانية ما سكرت، لا نخدم كاش، قالتك فوض مشكلتك. لا وانا البنكة الاخرى ما نخدم فيها، وليت نخدم كاش، نهز نجبد نخدم بالواحد شقاقة. لا سمعنا لا فلوس لا بهذاك هو سي عبد الرزاق باش يقولوا لي اخويا عندي فلوس خدمت مع، يقول لك نعمل شكل ندخل الحبس، انا ناخذ ريسك، ما ناخذش ريسك، انا اخويا نخدم ولا نخدم كاش بالنسبه لوحده، كيفاش نحبني نخدم انا؟ نشري سلعه كاش. باه والاكسبور كيف نجمت تتواجه الكماندات بتاع العباد؟ الاكسبور اللي خرجته يبعث لي الفلوس، نحضر له سلعته ونبعثها له، تخرج على الديوان. يعني البنك سنترال تجبد، حتى تشوف البنك سنترال تشوف الموفمون اللي عملناه. لا ريتو انا في شوف الموفمون اللي عملناه، وريتو يعني موفمون كبير ماهوش صغير. علاش سامحني سلعه موجوده لبرا في الاكسبورت تقول لك تعطيني واللوكال مش موجوده؟ علاش؟ فهمني فسر لي علاش يا اخي. بالله سامحوني يا اخي، لصالح شكون تخدموا؟ انا فما حاجه في القطاعات ما فهمتهاش يا اخي. كل قطاع نلقى حكايه مجبوده من شعرها، حاجه ماهيش عاديه يا اخي. في القطاع هذايا فما شكون يعطي لي زوردر كيفاش تتنظم القطاع؟ ما فهمتش علاش السيد ما ينجمش يخدم، علاش السيد يتم تعطيله، علاش السيد يتم افراغ التريزوري والفوندرولمون والليكيديتي نتاعو باش انت في الاخر تلقاه في البوزيسيون هذايا ما عادش ينجم يخدم. هاي خسرت تونس، خسرت ديفيز، وخسرت اكسبور. انا كان جيت نخدم سي عبد الرزاق، نعمل شيفر دافير 3.5 مليون دولار، نخدمهم تخرجت انا سلعتي خارجه، كنت تعب ال 200 وما تعملش 3 مليون وزملين. يا سيدي اعطيني نخدم الاكسبور، ما عادش حاجتي باللوكال. يا سيدي ما نخدمش باللوكال، ما عادش نحب اللوكال، اعطيني امكانياتي خلينا نخدم البرا، خلينا نعمل الاكسبور، ما
ما عادش حاجتي باللوكال يا زيد يخدموا اللوكال على روحكم ما نسيبني خلينا نخدم خلي يقعدوا فيه هما يشعروا يا ولدي بصحتك انا عندي امكانيات نخدم من برا يا رسول الله سيبني خلينا نخدم انا ما تربطنيش علاش هكا علاش هكا السيد قال لي اجا بحذايا وخذ خذ اللي تحب اجا المصنع اجا عمل حول لي المصنع لهنا معقولة هكا ما خليوكش تخدم معقولة هكا سيبني خلينا نخدم اكسبور يا سيدي ما عادش حاجتي باللوكال خذوه خليني يعني الاكسبور نخدمه بالقداء منشيرا نقولوا ماذا ماج دوفيز وحبوا دوفيز ومنشيرا يا سيدي هبش نقول لك حاجة أخرى سي عبد الرزاق أنا حتى دوفيز البنكة يقولها ما تعطينيش دوفيز أنا الفلوس اللي جيني دوفيز نخليها ونشري بها ماتير بروميير ما ندقلكش ما نقولكش أعطيني دوفيز ياكثرش من هك نجيب لك دوفيز ونقضي بها عندي كونت اون دولار تهبط لي الفلوس اون دولار نمشي نعمل اوردر دو فيرمون نمشي للفورنيسور نمشي ناخذ الماتير بروميير نتاعي من برا بالدولار ما نقولكش يصرف لي واعطيني التريزوري نتاعك عندي يا خويا انا سايبني خلينا اكثرش من هك وانا حسب ما ريت في المطالب اللي انت مبعثت للرئاسة الجمهورية وبعث سيد الرئيس وبعث سيد الرئيس الحقيقة متعربي سيد الرئيس مشكور وصل الرسالة كلها للمؤسسة كتابة الدولة للمؤسسات الصغرى المتوسطة باش ينظروا في الموضوع هذا أنا قبل ما نختموا الحصة هذية وهاكم تشوفوا في الوضع نحبك توجه رسالة شنو هي الرسالة اللي باش توجهها توا مقابل الكاميرا؟ سيبونا نخدم حل اللعب سيب اللعب خل تخدم الناس يا ودي ما عادش نحب نخدم نحب نخدم البرا اكسبور سيب خل الناس تخدم على رواحها علاش مكبلينا؟ علاش مكبلينا؟ الناس تضحك علينا البرا يقول لك شنو هي يا سيدي سوق الليبية ولا فيها الاتراك وتزيري احنا سلعتنا مطلوبة برشا سيب خل نخدمه سيبنا خل نخدمه وخذ اللي تحب سيب خل نخدم علاش خانقني هكا علاش خانقني نقعد نخزر العباد كيفاش الناس طلبتني في السلعه وانا قاعد نكتف في يدي هكا وبعد ومانيش لا طالبك لا في الدوفيز لا ما تعطينيش الباني دو دوفيز تاعك خليها على شيره عندي انا من الدوفيز اللي يجيني ناخذ به والباقي نعطيه لك هذا هو سي عبد الرزاق باه انا نحب نذكركم انه القطاعات الكل تعاني ومنه القطاع زاد التوا اللي حكينا عليه نتاع مواد التنظيف والعديد من القطاعات وانا كل مره نختار معناتها مجموعه من الامثله من القطاعات هذيا نختارهم بالذمه باش تشوفوا بشاعه قتل المؤسسات الصغرى والمتوسطه واللي هما في الاخر بكل شنو يحبوا تحبوا تحلونا سوق للامبورتاسيون نوليو حتى الهواء نجيبوهم من امبورتاسيون ش تحبوا السوق يرتع فيها الاجانب السوق والتونسي يقعد مكتف وما ينجمش يخدم هذا هو الهدف هذا هكا معناتها نجموا نبنيوا اقتصاد باش نبنيوا اقتصاد تونسي تبني اقتصاد تونسي بالاستثمارات نتاع الاجانب وراس المال الاجنبي تبني به استثمار تونسي لا الاستثمار التونسي يتبنى بالراس مال التونسي ويتبنى بولاد التوانسة ويتبنى بولاد ولادنا وولادنا ونحنا اللي مالي البلاد هذيا وماناش كرايا واللي يقول خل معناتها مخالف للكلام هذايا يعتبر ماهوش تابع للخريطه نتاع تونس ينجم يكون تابع خريطه اخرى بالنسبه لنا نحن البلاد هذايا هي بلادنا والاقتصاد اقتصاد تونسي وما ينجم يكون كان اقتصاد تونسي وعندنا الكفاءات اللي تنجم تصنع والكفاءات اللي تنجم تصدر خير من 10 من اللي يجيبوا فيهم من برا نحن التوانسه نجم نصنع وعندنا كفاءات اللي تصنع وقادرة أنها تصدر الأحسن بلدين ونرجع ونعاود نذكر أنه المنظومة البنكية نحن رانا وقت اللي نتكلموا على المنظومة البنكية رانا نتكلموا مش خاطر ما نحبوهاش لا نحن نتكلموا باش تصلح نحن نتكلموا باش تمول الاقتصاد باش تمول الفعل الاقتصادي باش الفعل الاقتصادي ما يتحطش في الوضعية هذية باش الفاعل الاقتصادي ما يكونش في الوضعية هذية وشكون يطلع رابح؟ تطلع رابحة الدولة اللي دخلت لها دوفيز وتطلع رابحة البنكة وقت اللي هو يربح
ويطلع رابح المواطن زاد في مكتوبه وقت اللي يبدا الانتاج تونسي ويتكلف ارخص وتبدا فما منافسه شريفه في السوق وهكاك ينجم السوم يطلع رابح المواطن في مكتوبه. ما نخليوش السوق في يد مجموعه من الاشخاص اللي يتحكموا لك في السوق ويعملوا السوم كما يحبوا هما ويطلعوا ويهبطوا السوم كما يحبوا هما ويعملوا المارج اللي يحبوا هما. وقتاش وقت اللي انت تولي عندك ولاد بلادك تصنع والعباد الكل تعيش في السوق هذية والعباد الكل عندها حق في السوق هذية. واذا كان ما حشتناش باش نكونوا في السوق هذية على الاقل سايبوا العباد خلي تخدم على الاكسبور وتنجم تكسبورتي. اليوم نحب نقول لكم هاكم ريتو ومازلت الامثلة عديدة وان شاء الله نتقابلوا في حلقة اخرى على جورنال 619 وتشوفوا حلقة اخرى.